محمد زمزمي رئيس الجامعة سيدي بوقنادل. شكرا للإخوان من مربر أصوات وفلاش 24 لحضور ديالهم والمواكبة ديالهم لجامعة سيدي بوقنادل في أشغال ديالها. التساؤل اليوم أو موضوع الساعة اللي هو مطروح للنقاش اليوم هو تصميم تيئة القطاعي، لأنه ماشي تصميم تيئة ما تيهمش المنطقة كلها ديال بوقنادل، ما تيهم واحد المنطقة معينة. اليوم الجامعة منذ الخامس من شهر مي تم فتح البحث العمومي في طرف هاد التصميم تيئة قبل ما نعرضه على المجلس في نهاية هاد المرحلة هذه اللي هي في 30 يوم. اليوم هاد التصميم تيئة فيه أو المشروع تصميم تيئة فيه نقاش كبير من طرف المواطنين اللي خلق واحد الجدال عن حق او غير حق، ولكن كما كان الحال تبقى هذا النقاش او هذا ديال اللي واقع اليوم هو صحي وطبيعي، لان الناس اما ما عندهاش درايه بالمخرجات ديال هذا التصميم التيئه، وحنا كجماعه مطالبين باش نواكبوا الناس ونشرحوا لهم شنو هو الايجابيه هذا التصميم التيئه الجديد ديال بوقنادل. هذا التصميم التيئه اللي الجميع تعرف المنطقة ديال بوقنادل هو جا واحد التصميم تيئة موحد ما بين جامعة سيدي بوقنادل وجامعة ديال عامر. المنطقة اليوم ديال هاد المنطقة اللي كنتكلموا عليها في جامعة عامر وجامعة بوقنادل تيعرفوا واحد الطفرة معمارية زعما كبيرة اليوم، باش نقولوا وقيلة من المناطق اللي في المغرب اللي كتعرف هاد الطفرة المعمارية، وهاد الطفرة هادي والمشاريع الكبرى اللي تيستقطب هاد المنطقة هادي كانت لزامة علينا كجماعة وكالة حضرية ومسؤولين السيد الوالي والسيد العامل وكذلك مركز المصالح المركزية أننا نطرحوا نقاش حول تصميم تيئة، ونحطوا واحد تصميم تيئة اللي كنت يتلائم مع هذا التطور اللي عرفت في المنطقة هذه، وبالأخص ما يتعلق بالمناطق الصناعية اللي تقريبا تمتد على ما يقرب 1500 هكتار ما بين جامعة عامر وسيدي بوقنادل. ومني كنتكلموا على 1500 هكتار تتكلموا على منطقة اللي غتجيب الشغل وغادي تستقطب كبار الشركات العالمية. اليوم بداية كاين شركه هنا واحد المنطقة ديال الإقلاع الصناعي اللي تمتد على واحد مساحة 33 هكتار، واليوم فيها على الأقل واحد 3 أو 4 الشركات اللي قدموا المشاريع ديالهم. واحد الشركة اللي كانت ديال تصميم الكابلاج اليوم هي كتشتغل، واللي ان شاء الله في هذه الغضون هذه السنوات المقبلة في سنتين او 3 سنوات غتوصل لواحد العدد ديال 4700 ديال المستخدمين ديال اليد العاملة. كاين كذلك شركات اخرى عالمية اللي هي غادي تجي لهذه المنطقة هذه، وكاين نقاش حول توسيعات هذه المنطقة ديال الإقلاع الصناعي باش توصل تقريبا واحد 120 هكتار إلى ما كان أكثر بالنظر لما ينتظرنا في هذا المشروع ديال التصميم تيئة. التصميم تيئة كذلك جا باش يحل المشاكل اللي كتعرف المنطقة، أولا باش نحلوا مشاكل ديال القضاء على هذا البؤر ديال البناء الغير منظم، باش ما نسميهش البناء عشوائي، وكاين البناء الغير منظم، ونلقاو حلول باش نجعلوا من المنطقة ديال بوقنادل منطقة خالية من متعارض، تيقولوا مدينه خاليه من سوق الدور الصافح، ولكن حنا تنتكلموا اكثر على مدينه خاليه من البناء الغير منظم او الاحياء العشوائيه، وبالتالي باش نجعلوا هذه المدينه ديالنا مدينه جذابه، مدينه اللي تلقى السكن والعيش الكريم لجميع المواطنين. واهم حاجه اللي كتهمنا في هذه المنطقه هذه اليوم اللي جابها تمتي هو الشغل، اللي خصنا نضمنوا الشغل والعمل لجميع المواطنين، ماشي غير ديال بوقنادل، تنتكلم على بوقنادل عامر وكذلك المناطق المجاوره، تنتكلم على قنيطره على سلا على الرباط، كاع اللي كل واحد غيلقى الامكانيات باش يشتغل في هذه المنطقه هذه. النقاش اليوم كيف مفتوح مع المواطن، فاتحين حنا واحد فاتحين ذاك السجل ديال الملاحظات ديال التصميم تيئة، المواطنين تيتقدموا وتيسجلوا الملاحظات ديالهم، كل واحد على حسب الطبيعه ديال الملاحظه ديالو والطبيعه ديال ما جاء به التصميم تيئة. والجامعه منفتحه مديره واحد المصلحه ديال التعمير ديال الجامعه مواكبه هذا العمل هذا، وتعطي تقدم الشروحات الكافيه للمواطنين باش، لان في الغالب الاحيان هذاك التصميم تيئة صعيب القراءه ديالو، وبالاخص هذا التصميم تيئة اليوم اللي جا هو التصميم تيئة من تيسم كما سمته السيده وزيره السكنه والتعمير، والتصميم تيئة من الجيل الجديد.
شنو هو مجيده هو التصميم الهيئي اللي قابل للنقاش قابل للتفكير وتا ان شاء الله في خلال السنوات المقبله غادي التصميم الهيئي خصو يكون قابل حتى سميتو تفتح التحملات ديال هذا التصميم الهيئي ما يكون شي تفتح التحملات مغلوق يكون قابل للنقاش قابل للنقاش في اطار هذوك في اطار اللجان ديال اللي كتشتغل برئاسه السيد الوالي او السيد العامل باش فعلا نربيو الطلب اللي تيتقدموا به المستثمرين لا مستثمرين كمعيشين عقاريين او لا مستثمرين في القطاع الصناعي وكذلك باش نلبيو الرغبه ديال ولا نلبيو الحاجيات ديال المنطقه من تجهيزات العموميه كمدارس مستشفيات مرافق القرب ديال الجماعه مركبات ثقافيه مركبات رياضيه باش يمكننا نديرهم فعلا من بوقنادل وعامر واحد منطقة ديال ماشي منطقة السكن وديما تنقولها كتكون منطقة ديال العيش باش المواطن اللي ساكن في بوقنادل ولا في عامر ما يكونش مضطر واحد النهار يتحرك باش يمشي اي حاجة بغا يقضيها يمشي للرباط ولا يمشي لقنيطرة ولا يمشي لسلاخص وكل شيء يلقى عنده هنا في المنطقة ديال بوقنادل عامر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.